إذن اليوم استقبلنا الدفعة الأولى من قواتنا البواسل بعد أن تمت مهامها في اليمن الشقيق، واستعداد يعني الدفعة الثانية لأداء مهامها في اليمن الشقيق. نتمنى لهم التوفيق بإذن الله تعالى. إذن العميد ركن مسلم راشدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وصفهم بأنهم أصحاب الهمم وعشاق القمم، هذه الكلمات من القيادة الرشيدة ماذا تمثل اليوم بالنسبة للجندي على جبهة القتال؟ حقيقة هي مصدر إلهام لما تراه من معنويات للجنود في سواء في الخطوط الأمامية اللي متواجدين حاليا واستلموا المهمة من إخوانهم من الدفعة الأولى، وهي مصدر لمعنويات عالية. يعني واضح أنهم يستلهمون هذا الشيء من نبع يعني قيادتنا السياسية داعمة، اتصالاتهم المستمرة بشكل يومي لما يجري وما يحدث والاطمئنان على معنويات الناس وعلى أمورهم. هذه الحقيقة يعني هذه الفرصة التجربة وشرف المشاركة كان لمسناها عن قرب، يعني فيعني الكثير بالنسبة لهم، مصدر إلهام. نعم بالنسبة لهم. جميل، تفضل. أنا بس أريد أضيف على اللي تفضل العميد مسلم، صاحب السمو كلمته واضحة، قال إحنا أصحاب همم، هم أصحاب همم وإحنا معاهم وأصحاب قمم. قبل شوية تبثيت مقابلة أحد الأفراد المصابين، نعم، كان كلامه واضح، يقول ودي أتعالج من الإصابة وأرجع مرة ثانية. ففعلا هذا التأكيد أن فعلا أصحاب همم، ولا نرضى لأن نكون دائما في القمة إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، وبقيادتنا الحكيمة اللي فعلا موفرت لنا كل شيء، والحمد لله رب العالمين. الواضح اليوم من الإنجازات اللي تحققت أن شيء يرفع الرأس، شيء نفتخر به، وشيء معنوي لكل أهل الإمارات. نعم بالفعل لا شك. طيب العميد يعني مسلم الراشدي، اليوم يكثر الحديث حول عملية استبدال هذه القوات، وهنالك بعض الأصوات المغرضة والتي يعني دائما ما تحاول أن يعني تضبط من العزائم بمسألة الاستبدال. نريد أن نبين طبعا أهمية هذه المسألة بالتحديد، وكيف يمكن للقوات بإذن الله تعالى المسلحة الإماراتية ودفعتها الثانية أن تحقق الإنجازات كما حققتها الدفعة الأولى. هذه الأصوات يعني ليست بغريبة، يعني في الجانب الآخر من العدو ومن أتباعهم ومن يستهدفون التحالف وجهد التحالف والغرض اللي من أجله قامت العملية هذه. عملية تبديل عملية طبيعية تأتي في سياق تخطيط سابق له، تدار من قبل، يعني احنا شاركت القوات المسلحه في افغانستان اكثر من 15 قوه تم تبديلها. صحيح. على مدار تقريبا حدود السبع ثمان سنين. التبديل طبيعي، يعني الجنود لما يكونوا في ارض القتال، في ارض معركه فيها ضغوط المعركه، فيها ارهاقات المعركه، فيها انتباه دائم مستمر، ما في شيء في اجندتك اسمه الراحه الشخصيه او الدعاء او الجلس، لا، دائما انت يا اما تراقب او تقاتل او تندمج مع قوات المقاومه بالاشراف والتوجيه والعمل. فهذه ضغوط يعني موجوده طبيعيه. من الخطأ أن يستمر النفس بنفس القوة. نعم. يعني إذا القوة خاصة مضى عليها فترة زمنية، فعملية التبديل لازم تأتي في فترة معينة يعني، وأنا أرى أنها كانت طويلة يعني للقوة هذه، خصوصا لا تنسى أن القوة هذه بذلت جهد كبير، يعني كانت في ظروف قاهرة، ظروف صعبة، بيئة جديدة على الناس، تعرف من هو العدو، من هو الصديق، من هو الخاين، من هو الشريف، من هو الموالي، من هو في نفس الوقت أنت تروح تقاتل، وفي نفس الوقت بيد أخرى توجه وترشد، وفي نفس الوقت أنت قاعد في زخم فظروف هذه كلها، بيئة مختلفة، وضع مختلف، فما من شك ان هذه لها ضغوط، تترجم الى ضغوط، لكن معنويات الناس، عملهم، ولهم الحق علينا احنا كقياده. لذلك انا ارتيت في تبديل القوه هذه الاولى. نعم. بقوه اخرى ثانيه، وفي قوه ثالثه بالانتظار يخطط لها، ورابعه. نعم. نحن في نفس طويل في موضوع الجهد وفي في في اليمن، لن نرضى الا بتحرير اخر شبر من ارض اليمن، ونحن لن نترك اخوتنا اليمنيين، بدينا هذا الجهد ونحن نعرف عيوننا الى ما تصبو اليه يعني. كذلك في نقطة مهمة جدا أخوي راشد، وأحب أن أوه لها للجميع، لازم يفهم أن خدمة الوطن اليوم شرف، لا شك. فإذا مجموعة كوكبة اللي رأيتهم اليوم من القوة الأولى اليوم موجودة وكانت حاضرة، لها نالت شرف الخدمة والواجب، يعطون المجال لدفعة أخرى.
يكسبون الشرف نفسه، يجربون أسلحتهم ويقاتلون مع أخوانهم اليمنيين، يشاركون تاريخ مشترك معهم، يكونون هذه كلها يعني لابد أن تبنيها القيادة الأعلى يعني للقوات. ولذلك التبديل أمر طبيعي، علم يدرس. نحن كقادة عسكريين لا نمر مرور الكرام على عملية التبديل، نخطط لها باهتمام وتحظى باهتمام، تجد أدق التفاصيل في عملية الاهتمام في عملية خطة التسليم والاستلام. بحيث أنك أنت لما تبدل قوات تشارك بعناصر بسيطة بدون ما أنك أنت بدون ما يكون لك تأثير سلبي على سير المعركة. عمليات جارية مثل ما نتحدث أنا وياك الحين نتحدث، والعمليات جارية على الأرض يجب تتم بسلاسة العملية بحيث تسحب عناصر ما تأثر، بحيث تضمن أن القادم أخذ ما يكفي من المغادر، استفاد منه المام بموقف المعركة، الموقف العمليات، الالمام في إيجاز كامل يعطى بين القوتين على مستوى الجندي في على الأرض. فلذلك عملية تسليم استلام تأمن لك الدراية بالموقف للقنصر الجديد، وتؤمن كذلك مبدأ مهم في العمليات يسمونه إدامة الزخم، استمرارية في الزخم، يضمن هذا الشيء أنه ما تغادر القوة إلا القوة الثانية استلمت وفاهمة واجباتها وتمت مراقبتها فترة أنها ألمت بالموقف. هذا حبيت لأن أوضح تبديل طبيعي جدا وواجب علينا أن احنا نقوم به يعني. جميل. طيب العميد، أنا أضيف شيء على السؤال اللي طرحته على العميد بسلم. بالنسبة لأصوات النشاز، الأصوات النشاز هذه بتستمر دائما، اللي يرد عليها ببساطة إنجازك على الأرض. أكيد الإنجاز على الأرض هو اللي يفند، يعني دعاوي من يدعي كيف يدعي، لكن احنا على الأرض حررنا 75% وطبعا مشاركة قوات تحالف يعني بقيادة المملكة العربية السعودية، فاحنا إنجازنا على الأرض هذا يفند كل الدعاءات. الشيء النقطة اللي أريد أضيفها أيضا اللي هي بالنسبة للتبديل القوات، تبديل القوات هذا في شيء عندنا اسمه العقيدة العسكرية، وهذه مكتوبة من ضمنها أن تبديل القوات في حال أنها قامت بمهام بعد فترة معينة وكل جيش حسب نظامه تتبدل هالقوات، فهذا وضع طبيعي جدا. والتبديل لا يعني أنك شيء، يعني التبديل يعني قوة طلعت من اليمن قوة بديلة قامت بالحلول بدالها أو بالسلام مكانها. نعم، خاصة وأن الدفعة التي وصلت كانت وقد حررت يعني نسبة كبيرة من أجزاء اليمن، يعني 75%. نعم، وبانتظار إن شاء الله تحرير اليمن بشكل كامل بإذن الله تعالى. بإذن الله إن شاء الله. طيب العميد ركن مسلم الراشدي، حملات كثيرة وأيضا القوات المسلحة الإماراتية كانت لها مساهمات يعني في دول عديدة، ولكن صحيح اليمن المشاركة فيها كانت مختلفة، لماذا؟ صحيح. اليمن أنا من خلال تجربتي المحدودة يعني في العلم العسكري، يعني أنا أرى أنها خط فاصل رئيسي بالنسبة لنا قوات المسلحة في دولة الإمارات، وكذلك أتوقع القوات الأخرى من التحالف. نعم. لكن لله الحمد نحن محظوظين في دولة الإمارات بأن قواتنا الباسلة شاركت في عدة مهام وعدة حملات عسكرية. هذه ليست الحملة العسكرية الأولى اللي تشارك فيها الإمارات تحت غطاء عالمي، تحت غطاء إقليمي، تحت غطاء دولي. سابقا أن شاركت قوات مسلحة في الصومال، شاركت في كوسوفو، شاركت في قبلها في سنة 90 في عملية تحرير الكويت، المشاركة في ألبانيا، في أفغانستان، بالإضافة لعمليات عسكرية معينة ما تندرج ضمن تحت ما يسمى بالحملة. لكن هذه الحملة العسكرية بقيادة المملكة العربية السعودية هي حقيقة تختلف عن سابقة من الحملات الأخرى. نعم. فترى لأول مرة تخطيط إماراتي منذ البداية ومستمر إلى الآن، وترى تنفيذ إماراتي، وترى إعادة التخطيط والدروس المستفادة بما بمفهوم الحملة. الحملة ليست بشيء بسيط، أنها تدار وتخطط ويخطط لها، هي علم بحد ذاته. ولما تكلمت عن موضوع التبديل هي كذلك علم، لكن لما تدار الحملة الأشمل هنا تدخل فيها أشياء كثيرة في علم العسكري وعلم والفن العسكري في العلم وفن. فلذلك لله الحمد نحن فخورون بهذه الحملة، بإدارة الحملة هذه، سواء هناك أخوتنا في قيادة حالف في الرياض أو في ما الجهد اللي يقام الضخم في دولة الإمارات
من القيادة العامة للقوات المسلحة والقيادة المشتركة هنا في الدولة اللي تتابع العمليات في مأرب وتتابعها في عدن وتتابعها في باب المندب وتتابعها في أماكن أخرى ثانية. لذلك الله الحمد هذه الحملة كانت حقيقة استثنائية، جهد إماراتي تخطيطا وجهد إماراتي تنفيذا وبمشاركة مع أخواننا من أبناء المنطقة الذين اليوم حقيقة نعول عليهم ونراهن عليهم في حالة أن كما ترى مثال ما يمس أمن أشقائنا في اليمن. صحيح. وحد هذه القوات ووحد هذه الجهود. أحب أستغل الفرصة هذه بشكر قيادة التحالف في المملكة العربية السعودية. أحب من هذا المكان المنبر أن أشكر اللواء فهد بن تركي. نعم. بن عبد العزيز قائد قيادة العمليات الخاصة المشتركة الموحدة، قائد عظيم حقيقة له جهد وطني ذو علم عسكري كبير تعلمنا من قيادته شيء كبير وكان له دور كبير وأخواننا كذلك في البحرين، لكن نعم. كانت قيادته استثنائية وكان عمله ودعمه لا محدود وجهده ومتابعته كان لها يعني اليوم نقدر نروح أي حرب أي مكان، اليوم اليمن أي مكان يفرض علينا الواقع ويفرض علينا سمعت ما عندنا مشكلة اليوم نشتغل مع أخواننا في توافق لله الحمد على المستوى الشخصي على مستوى القيادات على مستوى الأرضي. هذه ثمرة الحملة العسكرية هذه الاستثنائية أنها مع أبناء عمومتك وأبناء منطقتك اللي يشاركونك المصير والأمن ونفسه. نعم جميل. طيب العميد خلفان، يعني كيف استطاعت القوات المسلحة الإماراتية أن تثبت نفسها يعني عربيا وعالميا أيضا وأصبحت يعني محط أنظار العالم وحديث اليوم أيضا الصحافة الأجنبية؟ الحمد لله رب العالمين. طبعا أكيد أن مكان القوات المسلحة لدولة الإمارات لها مكانة كبيرة جدا ومعروفة. الإنجازات اللي تحققت في اليمن طبعا ما كانت من عبث، كانت بتخطيط تخطيط سليم وتخطيط بعيد المدى. نعم. أنا قبل شوي قارنت بين مشاركتنا في 91 في الكويت ومشاركتنا الحالية في عملية إعادة الأمن، ففي فرق كبير. يعني القيادة على المستوى السياسي تدرك الأخطار اللي موجودة في المنطقة، تدرك إدراك تام، فلذلك سعت لأن يكون لدينا جيش قوي، جيش متمكن، جيش يستطيع صد أي عدوان، جيش لمساعدة الصديق، ليس الاعتداء على حد لكن لمساعدة الصديق. نعم. وهذا أحداث اليمن أثبتت ذلك، أثبتت بأن بوقوفنا مع أخواننا في اليمن مع قوات التحالف هذا دليل على أن جيشنا ليس للاعتداء على حد، جيشنا لنصرة الصديق وللدفاع عن الدولة. الشيء الآخر أيضا كقوات مسلحة دائما تسعى بكل جدية لامتلاك أفضل المعدات، سواء قوات جوية وقوات برية وقوات بحرية أو المعدات الأخرى. التدريب عندنا في دول الإمارات العربية المتحدة الحمد لله رب العالمين يعني من أرقى أنواع التدريب، يعني أفضل الممارسات العالمية في التدريب يتم تطبيقها عندنا في دولة الإمارات. فتدريب عالي، قيادة قادة مؤهلين، تأهيل راقي، تأهيل في أعلى الكليات سواء كليات داخل الدولة. نعم. أو الكليات اللي هي العالمية. طبعا كل هذه الأمور إضافة للضبط والربط، إضافة للولاء التام، الولاء التام للقيادة الحكيمة اللي الجميع يثق فيها كل هذه عوامل نجاح، وهذه طبعا هي بسببها تبوأت القوات المسلحة مكانها العظيم. يعني أنا متأكد يمكن سابقا كثيرين ما كانوا يتوقعون هذه الإمكانيات اللي عندنا، لكن عندنا إمكانيات وربما هناك الكثير أيضا غير ذلك والله الحمد. نعم. طيب أيضا العميد مسلم الراشدي، اليوم نريد أن نتحدث أكثر عن أن هذه الحرب جاءت لدعم الشرعية وإعادة الحق لأصحابه. طيب. وأن هذه القوات مستمرة حتى يعود الحق لأصحابه في اليمن الشقيق. صحيح. العملية هذه مستمرة كما نتحدث الآن، استمر الجهد هذا منذ فترة جزاها الله خير من قيادتنا السياسية في المملكة العربية السعودية وقيادتنا السياسية بقيادة الشيخ خليفة وأخوانها الآخرين، أن نقف اليوم في مرحلة حرجة. اليوم الخطر لن يقف عند اليمن فقط، الخطر واضح أنه يستهدف أرض اليمن وظلم لشريحة معينة
أقلية تريد تسيطر على الغالبية الصامتة في اليمن، ولكن خابت توقعاتهم، صمدوا، قاوموا، رفعوا معنوياتنا بهذه الجهود. هذه الأشياء حقيقة جعلتنا اليوم نكون سباقين، نحن في دعمهم، نحن لا نريد أن نبخس الآخرين من الأخوة. الجهد في مأرب، الخطوط الأمامية الأولى قامت بها المقاومة والجيش اليمني. نعم. الجيش اليمني جيش وطني بقيادة رئيس الأركان محمد المغدشي وهيئة ركنة والاستاء وقيادتهم اللي موجودة في الداخل المقاومة. نعم. وكذلك من المقاومة الشعبية سواء في عدن أو في مأرب أو في أي مناطق أخرى اليوم تنتظر وتستنجد بقوات التحالف. لن نقف عند هذه الحدود، كل من يستنجد فينا راح يصل يجد منا العون الكامل، راح ندعمهم. نحن نساعد في تهيئة الظروف، ولكن على الأخوة اليمنية، وكما أثبتوا لنا أنهم هم من حسموا الأمور بأيديهم وبجهودهم، فتاريخ صنع المجد كان مشترك بيننا وبين الأخوة في الشرفاء من أصحاب المقاومة ومن الجيش اليمني الأصيل الذي قاموا بالجهد. فنحن مدركين أننا نحن اليوم نحتفل في أجواء احتفالية، ولكننا ندرك كذلك أننا أمامنا جهد في اليمن، لدينا طموح وخطوات أخرى ثانية، ونجد الاتصال ونجد التواصل مع قوات المقاومة والجيش اليمني يستجدون في المحافظات الأخرى ويطلبون العمل اللي أن نكون بجوارهم، ونحن سنكون في عونهم إن شاء الله. لا نفصح عن خططنا وعن نياتنا، ولكن الحوثي يجب أن يعلم، وجماعة علي عبد الله صالح المقرر بهم الذين يسعون وراء مجد شخص يعني معين لأخذ حقه ونصيبه من شو اسمه، والآن يصارع الشعب في حقوقه وفي مستقبله. هؤلاء نحن لها سوف ندعمهم، راح نكون معهم، لن نبخل عليهم لا بالجهد ولا بالدم ولا بالمال ولا بالفكر ولا بالتخطيط ولا بالعمل. فلذلك نحن ماضون حتى تنتهي إرادة وتنهزم إرادة الطقاة الذين يسعون على سيطرة واختطاف اليمن كبلد. نعم. طيب، بالنسبة لدور قواتنا اليوم في المعركة المهمة والمتمثلة طبعا بمعركة تعز وتليها بإذن الله تعالى صنعاء، نتحدث إذن عن الأهمية الخاصة بهذه المعركة. أنا أتابع عن من بعيد فيما يحصل في عملية تعز، فيها رجال تعز قاوموا منذ فترة، فخورين بتضحياتهم وبجهودهم التي حقيقة تذهل الشخص يعني. فأهل تعز يريدون الدعم ويريدون المقاومة أنها تستمر، ويريدون يقفون خارج حدود حتى تعز نفسها. تعز لهم جهد كبير منذ بداية، وهذه يحييهم لأهل تعز حقيقة على جهودهم. انطلقت منهم الثورة في البداية، قاموا بالتضحيات وإلى اليوم مستمرين، شباب يفخر بهم الرجال ونساء من أهل تعز يعني. تعز موقعها استراتيجي، تستفيد مما استفادت منها عدن، وتنطلق منها إلى الوثبة الأخرى إن شاء الله إلى الأمام. أهل صنعاء كذلك، أهل صنعاء في جهود لهم حاليا تتشكل وتتهيأ الآن منذ فترة طويلة في عملية صنعاء للتخلص من الحوثي. ما في حد راضي أن الحوثي يسيطر على عصب الحياة في صنعاء، يذل الناس ويفرض عليه أجندة خارجية ويكون ذنب لطرف آخر. شعب صنعاء شعب عريق يعني، كذلك المحافظات الأخرى في عمران وفي الجوف وفي صعدة، هؤلاء تجدنا تصلنا رسائلهم ونحن نقف معهم وندعمهم. لذلك الجهد لا نفصح عنه أين التوجه، ولكن نفس الزخم، نفس النية، نفس الروح التي حررت عدن وحررت مأرب. نعم. هي نفس بنفس الأدوات هذه راح هي تقوم بالعمل القادم في المحافظات الأخرى الغير محررة والتي سنرى تحريرها إن شاء الله قريب بإذن الله تعالى. طيب، دور اليوم يعني المواطنين للتصدي لكل ما يعزز أو ما يزعزع الوحدة الوطنية. اليوم شاهدنا مشهد يعني تقشعر له الأبدان هنا، ومن خلال استقبال الدفعة الأولى من أبطالنا من القوات المسلحة
العميد خلفان. طبعا الحمد لله يوم معنوي بامتياز، يعني يوم معنوي لجميع أهل الإمارات وللجميع الأشقاء ولجميع الأصدقاء، يوم يثلج الصدر. يعني دور المواطنين دور كبير، يعني لا نستمع للإشاعات والكلام المغرض. الحمد لله رب العالمين، ما في شيء عندنا، يعني كل ما يجري ما يحدث في اليمن من كل شيء يتم الإعلان عنه، يعني الإنجازات اللي تحققت على الأرض، الإنجازات اللي تحققت الأرض خير دليل على الرد على أي إشاعات وغيره. الحمد لله رب العالمين، قواتنا المسلحة يعني قامت بدور رائع جدا، إضافة إلى الجهود الإنسانية، الجهود الإنسانية التي بذلت يعني يتزامن مع عمل عسكري ناجح ولله الحمد. يعني مهمتنا ما نقول انتهت، لكن إن شاء الله بيتم تحقيق باقي المهمة. جهودنا الإنسانية متزامنة مع جهد عسكري واضح ونجاحات تحققت الحمد لله رب العالمين. أهل اليمن نفسهم يشعرون بهذا الشيء، يعني الطلاب في مدارسهم، يعني هيئة الهلال الأحمر قامت بإنجاز رائع، يعني وعدت أن المدارس تفتح في تاريخ محدد وفعلا المدارس فتحت، واللي ما فتح إن شاء الله بيفتح. المستشفيات اللي كانت اللي دمرها الحوثيين أيضا تم إعادة بنائها، وفي إطار التأهيل بعضها تأهل وبعضها في إطار التأهيل. فالمواطنين أكيد أنهم واعيين الحمد لله رب العالمين، وكلمة صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد واضحة، البيت متوحد، وفعلا البيت متوحد وما نسمع الإشاعات. يعني اليوم هذا يوم معنوي بامتياز، الحمد لله قواتنا رجعت بدلت وهي محققة أفضل الانتصارات الحمد لله. وأتمنى التوفيق إن شاء الله للموجودين هناك إن شاء الله، وإن شاء الله أن يبشرونا بانتصارات كما انتصروا الدفعة الأولى، إن شاء الله حقون أيضا انتصارات وتستمر هذه الانتصارات، وإن شاء الله نتمنى الأمن والاستقرار وعودة الشرعية لليمن إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب، كنت قائد العمليات في معركة تحرير مأرب، واليوم قدمت الكلمة للعميد مسلم الراشدي، شعورك وأنت تقف وتلقي هذه الكلمة أمام هذه الجموع اليوم، القيادة، المواطنين والجنود أيضا من الدفعة الأولى؟ حقيقة أنا أتكلم اليوم يعني عن الدفعة الأولى. هذه الدفعة كما سبق وتكلم أنهم أنجزوا الكثير في وقت صعب، في بيئة صعبة، في ظروف كانت مجهولة إلى درجة كبيرة، يعني فقاموا بالجهد، ضحوا بجادوا بالغالي والنفيس في عملهم، وقدموا صور، أفضل صور الإيثار والتضحية في العمل شاهدناها بأعيننا. كان عملهم مركز، كانوا مركزين عملياتين على تحقيق الهدف، لم يثنيهم يعني أي إصابة أو أي جهد أو أي مناورة من العدو، كانوا مستمرين، كانوا واضحين ثابتين ثبات وصمود الجبال. يستحقون قيادتهم ومن شعبهم كل ما قدم لهم من احتفال رسمي وشعبي. هم بذلوا الكثير وقاموا بعملهم بكل تفاني وبكل جهد واضح، ولو سمعت الكلمة مهما كان كل كلمات الثناء والشكر لا توفيهم حقوقهم، فهم كانوا رجال أبطال، يعني لم يكونوا يعني حقيقة هم أبطال للجيل العسكري الحالي هذا اللي موجود احنا نعيشه الآن. عملوا بكل صمت، عملوا في ظروف صعبة في عمق أرض العدو في الداخل، يعني تقريبا يعني معزولين من أي جهد آخر، يتعاملون في بيئة كان لهم، أنجزوا، واجهوا ظروف صعبة، واجهوا الإصابات اللي حصلت، لكن في نفس اليوم انتهضوا. نعم، ربما نال منهم العدو في موقف معين، ولكن القوة أنهم في نفس الليل انتهضوا، وهذه ميزة المقاتل الإماراتية، المقاتل المحترف، المقاتل يعني قد ينال منك العدو في حركة معينة أو في 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 في, في شغلة معينة، ولكن الأهم أنك أنت ترجع وترجع بقوة وبإصرار وبمعنويات وبثبات، وهذا ما حصل يعني في للدفعة هذه بالذات. فلذلك الدفعة هذه ضربت يعني حقيقة معيار عالي جدا من الاحترافية. نالت من العدو، هزمت العدو، خرجوا من خنادقهم، خرجوا من جحورهم، انكفوا إلى أماكن أخرى ثانية. اليوم مأرب لله الحمد بجهد ما رأيت من هؤلاء الكوكبة من الناس اليوم. اليوم كما رأيت وفهمت أن اليوم كان استعراض لبث مباشر صادق حقيقي لشوارع مأرب، مزارع الناس في مزارعهم، في بيوتهم، في مساكنهم، في حياتهم العادية. هذا بلمس كان من المستحيل،
لصاحب الملك أن يعود لملكه أو أن يتحرك بحرية. بعضهم قادر بيوتهم، قادروا مناطقهم وأصبحوا في تصنيف المهجرين، يعني في الداخل، حد في مأرب وأطراف مأرب، وحد راحوا في مناطق. اليوم لله الحمد ينعمون بالأمن والأمان، وينعمون بحرية الحركة وبحرية التجارة، بحرية يعني لله الحمد. اليوم الوضع اليوم يختلف عن الأمس من جهود الشباب. لذلك أنا أطلت في كلمة يعني وباختصار شديد، هم يستحقون كل الثناء وكل الشهر، وقيادتنا السياسية مدركة تماما لجهود وإنجازات هذه الكوكبة من الدفعة الأولى، والدفعة الثانية تنظر لجماعة من الدفعة الأولى بكل فخر وبكل اعتزاز، ويدركون ما عملوه في جهودهم في الدفعة الأولى، ويتسابقون معهم على الجهد الأكبر وعلى المنافسة بأنهم يبون الخبر الأفضل والعلم الطيب والأفضل. التنافس الشريف مطلوب منهم، أنهم يدفعون بالإنجاز إلى الخطوة الأخرى. هذا المتوقع منهم، وما عندي أنا أي شك حقيقة في قدراتهم ولا في تدريبهم ولا في معنوياتهم، أنهم هم رجال المرحلة هذه، يستطيعون يتواكبون مع المرحلة القادمة ويتناسبون مع طبيعة العمل القادم في مأرب أو خارج حدود مأرب بإذن الله تعالى. طيب العميد خلفان، يعني نتحدث عن الدروس التي يمكن أن يستقيها ويتعلمها أيضا جنودنا البواسل الدفعة الثانية من الدفعة الأولى، وما شاهدوه طبعا من إنجازات وتحققت على أرض الواقع. صحيح، طبعا قبل تبديل الدفعة هذه، قبل تبديل الدفعة اللي ذهبت إلى اليمن، تم إعدادها وتم تأهيلها، يعني في تدريبها، تم تدريبها وتأهيلها واجتياز اختبارات معينة قبل إرسالها إلى اليمن يعني. فبالتأكيد أن كون الدفعة الأولى هي من بدأ، أكيد أن هناك دروس وغيره، فهذه الدروس وهذه الأمور التي حدثت تم تعليمها أو تدريبها على للدفعة الثانية. فالأساس هو تضاريس اليمن، تضاريس طبعا ليست بالسهلة، تضاريس صعبة جدا. متأكد أن هذه يعني أحد أهم الدروس اللي تعلموها. نعم. أكيد أن أساليب القتال التي واجهت قواتنا اللي هم من قبل الحوثيين أو ميليشيات المخلوع، طبعا هذه أساليب ربما ما كان مش متعودين عليها، مش هي الأساليب التي تدرس. نعم. فبالتأكيد أن هذه دروس جديدة، كان قتال ميليشيات وليس قتال بدرجة كبيرة جيش نظامي، فهذه أحد الدروس. يعني تتقاتل القوة، أنت تقاتل ميليشيات ما تقاتل الجيش نظامي بمعنى الكلمة نظامي، فهذه أهم الدروس. كذلك نفس الشيء، أكيد أن خلال المشاركة هذه أكيد أن في أمور معينة، معدات ممكن يحتاجونها بشكل آخر. نعم. النظرة بتختلف بأمور كثيرة، يعني ربما العميد صالح يمكن في الموضوع هذا يعقب عليه أيضا. العميد مسلم، ولا يهمك. طيب العميد مسلم، إذن نتحدث عن هذا الجانب تحديدا، وهو الجانب المتعلق يعني بأبرز الدروس التي يمكن أن يتعلمها اليوم يعني أفراد الدفعة الثانية من قواتنا المسلحة. الدروس كثيرة حقيقة، يعني على كل مستوى تقدر تأخذ دروس تكتب بما ذهب، يعني ودروس مستمرة وتفاعلية، يعني دروس الأمس قد لا تراه في دروس الغد. يعني الدروس كثيرة اليوم فيما يخص، لا أحب أن أتحدث فيها، ولكني بشكل عام ولا يجهل، لا يخفى على أحد أن في منظومة الأسلحة التي نعمل عليها، في التدريب الذي نعمل عليه، في المهارات التي نعمل عليها، في مهارات أخرى أضيفت الآن في دروسنا للمستقبل، دروس مبنية وذات طابع وذات خصوصية حقيقة، كثير منها يخص اليمن نفسه للعمل في اليمن أو في منطقة الجزيرة العربية، لكن دروس أخرى ثانية داخلية في مجال التحالف للعمل مع التحالف، في دروس أخرى في كل صنف في مجال السلاحة. العملية المشتركة عملية معقدة، يعني يبغي لها تنسيق، يبغي لها اتصالات، يبغي لها إجراءات مستديمة، يبغي لها تدريب مسبق، يبغي لها تكاملية بمفهوم التكامل. أنت الآن ما تعمل طيران للمقاتلات ولا المروحيات والعناصر الأرضية المختلفة، سواء كانت مدفعية أو أنظمة أخرى من العناصر الأرضية أو قوات خاصة، وإنما تعمل الآن حتى مع
قوات مقاومة مدنية هي جزء من النسيج المهم في عملية المناورة اليوم. فعملية مأرب مثلا من قام بالجهد الأخير والقضاء على الهدف الأخير ودحر العدو في الخنادق هو كان من قبل المقاومة المدنية في مأرب مثلا. ينطبق نفس الشيء على عدن، ينطبق نفس الشيء على المناطق الأخرى الثانية. فلذلك الدروس مستفادة يعني كثيرة سمعت على كل المستويات، يعني الدروس الواحد اليوم يقدر يجني كنز من الدروس على مستوى الاستراتيجي، على مستوى العملياتي التكاملي لبناء الحملة، وحتى على المستوى التعبوي التكتيكي. هي دروس مسجلة موثقة وديناميكية، يعني بمعنى أنها تتفاعل وتتأثر بالظروف وتتأثر من معركة لمعركة. ولكنها نحن نسعى أن لا نعيد الخطأ، نسعى أن لا نكرر الطرق التي لم تأتي بنتيجة مع العدو، والطرق نعزز الطرق التي جابت نتيجة مع العدو. نسعى لاستخدام الأفضل لأسلحتنا وانظمتنا، أسلحتنا نتعرف عليها أكثر في هذا المواقف بالذات تخطيطا وتنفيذا. لذلك الدروس أدعها لأصحاب الاختصاص، كلنا في اختصاصه عنده دفتر جيد من الملاحظات. تمت مراعاة المسألة هذه في عملية التسليم والاستلام بين الدفعة الأولى والثانية لما هو مهم وما هو الأهم والأخطاء والعمل وكيف تصحيح الوضع. لذلك هذا الجهد، يعني لذلك جهد مستمر ما 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 ينضب، يعني ومطلوب منه دائما التجديد، ومطلوب منه دائما إدامة النظر على كيف تحسين العمل. يعني ما نبات ليلة واحدة إلا وإحنا نقول كيف راح نحسن عملنا اليوم الثاني. نعم. كيف راح إحنا نقضي على العدو، كيف إحنا نقدر نتغلب عليه، كيف إحنا نقدر نغلب المعضلة هذه التكتيكية هذه. لذلك هذا العمل مستمر ونحن لا نال جهدا فيه ولا نحرم أنفسنا خير الدروس المستفادة هذه. نعم. طيب العميد خلفان. نعم أنا أريد أضيف فقط، قال أن الأمور اللي تحدث كلها يتم تسجيلها. طبعا ما يتم أنه بعد انتهاء العمليات أو مراحل معينة من العمليات. نعم. أن جميع هذه الملاحظات المركز المتخصص أو التخصصات اللي هي الفنية يقومون بدراسة هذه الدروس كلها ومن ثم الخروج بتوصيات. طبعا بناء عليه تغير امور، تغير عندك امور في عقيدتك القتاليه. نعم. تتغير ايضا انت تكون بحاجه الى بعض المعدات اللي هي لان لسبب بسبب الدروس المستفاده. فهذه اهميه ان تسجيل النقاط الحاليه ومن ثم بتطلع كدروس مستفاده من العمليات. نعم جميل. طيب العميد مسلم، يعني الى اي مدى استفادت اليوم القوات اليمنيه الشرعيه ممثله بالجيش الوطني او المقاومه الوطنيه من القدرات العسكريه في دوله الامارات ومن القوات المسلحه الاماراتيه؟ على مستوى الارض نحن نقاتل معركه واحده. نعم. نحن لسنا فريقين، نحن فريق واحد تكاملي من تحالف سواء المملكة العربية السعودية أو المملكة البحرينية الشقيقة وعناصرها من الأرض مع عناصر دولة الإمارات بأطياف والصنوف المختلفة اللي تندرج تحت القوة. نعم. كما سنوحت سابقا أن المقاومة اليمنية ليست باستثناء هي من ضمن هذا النسيج، الجيش اليمني كذلك من ضمن هذا النسيج، قوات الأمن العام في اليمن هي كذلك جزء من هذا النسيج. يعني لذلك يستفاد منهم بحيث أن نجري مفهوم المعركة الواحدة، ما تكون معركة أخرى مستقلة لهم منفصلة لا تؤثر ولا تتأثر باللي يحصل في مع عمليات قوات التحالف. هي رديف أساسي وتسند جهود المقاومة والجهد اليمني الجيش اليمني. لذلك نحن فريق واحد، قتالنا واحد وعدونا واحد، لذلك لا يمكن فصل. فالاستفادة موجودة تلقائيا، يعني من العمل المشترك، اللوجستيك المشترك، العمليات، الاستخبارات، نجلس مع بعض نتبادل الأفكار، نتبادل الأخطاء، نتبادل النقاط القوة الضعف والقوة. دائما يعني نحسن أننا حريصين على أن نهزم العدو هذا بشكل متكامل. لذلك الاستفادة كانت يعني قصوى لله الحمد. وكما رأيت كذلك في عدن كان مشروع تكاملي كذلك من المقاومة المدنية، أظهرت بطولة وشجاعة. في مأرب نفس الشيء، وسترون في المناطق الأخرى الثانية. هذه معادلة النجاح. أحب أضيف فني على اللي تفضل بعميد، اللي بضيف أنه طبعا من أساسيات النجاح في عمليات بتراي فهم بيئة العمليات، فهم بيئة العمليات. لك كون أن عندك أنت مقاومة من نفس البلد وفاهمين
طبيعة البلد، فاهمين تفكيرهم، فاهمين تضاريس المنطقة، هذا يساعدك بشكل كثير. انت احنا نرى طبعا قوات اخرى، اعطي مثل القوات الامريكية في افغانستان او القوات البريطانية والامريكية، فهمهم لبيئة العمليات وفهمهم لتفكير الانسان الافغانستاني، هذا لأنه ما فهموا يمكن بطبيعته بطريقة صحيحة، ربما هذا عقد عليهم عملهم، لكن ولله الحمد يعني قواتنا استفادت وفهمت بيئة العمليات بشكل صحيح. نعم. طيب نتحدث أيضا عن الإشادة اللي اليوم أيضا تتلقاها القوات المسلحة الإماراتية من قبل طبعا الجميع، وخاصة يعني من الدول الأخرى، كيف ترونها؟ شيء يعني يثلج الصدر يعني حقيقة، الإشادة التي نراها ونسمعها من القوات الأخرى سواء الصديقة أو الحليفة أو سواء من قيادات اللي موجودة، لله الحمد يثلج الصدر. لكن نحن حقيقة يعني تعلمنا أن نسعى وراء إنجاز المهمة، يعني الإشادة اللي حاصلة تفرح وترفع المعنويات، لكن نسعى وراء إنجاز المهمة. نحن صادقين في عملية مساعدة أهل مأرب وأهل عدن وأهل اليمن، حقيقة نريد ندفع عنهم الظلم ونريد ندفع عنهم، فقد ما يفرحك أنك تسمع إشادة معينة، ونحن لكن لا ننتظر هذه الإشادة، لأن عندنا أكبر إشادة نجدها عندما نرى أهل مأرب فرحانين ينعمون بالأمن، وعندما نرى الحوث يرجع إلى موقعه الطبيعي اللي هو موجود فيه، والآخرين من تم شراء ذممهم يرجعون إلى رشدهم ويعطون أهل اليمن حقهم في الحياة وفي العيش بأمن وبسلام، وينظرون من حقهم يطمحون بالتنمية وبالإنجاز وببلد موحد وبأرض يعني تنعم بكل خيراتها، يعني موحدة من شمالها إلى جنوبها، وكذلك تنعم تستنهض برجالها ونسائها. فهذه لا أجد إشادة ولا أجد شعور وأثلج على صدري من أني أرى الفرحة موجودة الأمن موجود. ترى أنك تغيرت الفرق الحقيقي في أناس كانوا مظلومين مكسورين الجناح، كانوا بالأمس يستغيثون ويسعون يطلبون منك، واليوم تجدهم اليوم في حال آخر ثانية، تتمنى نفس الشيء في صنعاء، تتمنى نفس الشيء في عمران، تتمنى نفس الشيء في صعدة. صحيح. ولكن لا أخفيك الحق، يعني أن جيشنا ونحن كل ما نسمع الآن من إشادة موجودة حقيقة يعني عامل معنوي لا يمكن أنه موجود، وهي تضعك يعني في الإحساس بأنك أنت على الطريق الصحيح وأنك أنت على الطريق يعني، وأن هذه الجهود مقدرة، حتى لو ما إحنا نسعى إلى أن يعني نؤمن بالهدف أكثر من ننظر إلى الإشادة. نعم. طيب العميد مسلم، يعني اليوم نتحدث أيضا عن عملية إعادة الأمل، إلى أي مدى ساهمت اليوم في بسط الأمن في المناطق اليمنية المحررة؟ يد تبني ويد تقاتل، دائما ما يمكن فصل الجزئين، يعني تحتاج أمن حتى تبني، تحتاج أمن حتى أنك أنت تنطلق بمشاريع تنموية. الآن في المرحلة اللي احنا نعيش فيها الآن، شفنا صور من الفظاعة اللي قام فيها جماعة علي صالح وجماعة الحوثيين، شيء حقيقة يعني أنا أستغرب منه، يعني أن كيف ترى يعني يمنيين من أبناء الجلد اليمنية فيهم الجرأة أنهم يدمروا بيوت، أنهم يقتلوا ناس، يذكلوا الأرامل، أنهم يقومون بعملية تدمير البنية، تعطيل للحياة، تعطيل للتنمية، تعطيل لكل أوجه الحياة، يعني ما تجد لها مبرر لا سياسي ولا يعني عقائدي ولا معنوي ولا أي كان، فما يجد لها مبرر إلا ثقافة التدمير والتخريب. يعني لذلك إعادة الأمل مرحلة مهمة جدا. الوضع الإنساني في اليمن بسبب الحوثيين تراجع ومقلق جدا، تكلمت عن تعز، تكلمت عن مناطق أخرى ثانية وهي تتفاوت من محافظة إلى محافظة، ولكن الوضع مأساوي في بعض المناطق حقيقة يبكي العين. لابد من الشعب اليمني ينظر لك أنك أنت تحرر من المغتصب، من الظالم، من المتنمرد على شعبه، ولكن كذلك ينظر إلى أنك تمغط له اليد البيضاء، تعطيه الدواء احتياجاته الأساسية الآن في المرحلة اللي نتكلم فيها الآن، من دواء ومن غذاء ومن مسكن يستره ومن من 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 يعني أبسط مقومات الحياة
الآن في المرحلة هذه الآن، هذا ما تسعى له الآن. جهود الدولة لله الحمد وصلت إلى آفاق أخرى ثانية خارج احتياجات الأساسية، ما تعدت الأمور، وهذا شيء مثلج يعني للصدر لما نرى المدارس بدأت تنعم، بدأت يعاد فيها الصبغ، يعاد فيها المدارس، يعاد فيها الطلبة، يشعرون ما يكفي من الأمن أنهم يرسلون أبنائهم للمدارس هذه. هذا النموذج اللي مطلوب أنه راح يكون في كل اليمن، واللي راح تسعى وراه نفس القوات العسكرية لكن بمساعدة من أصحاب الاختصاص من الجهات الأخرى كالهلال الأحمر والجهات الأخرى الثانية لهم دور. وأنا أنوه لأشكر الهلال الأحمر حقيقة بكل فخر يعني بقيادة الشيخ حمدان بن زايد وإدارته وإخوانه في القيادة حمدان المزروعي ومحمد الفلاحي وجنودهم على الأرض من الهلال الأحمر، اليوم تصل لمساعداتهم وجهودهم في كل مكان. والله يعني لا نشكرهم بما يكفي يعني نشكر جنودنا، لكن حقيقة هم الجنود حقيقيين، جيش رديف آخر من إخواننا في الهلال الأحمر في كل مكان يسعى أن يصل بمساعداته، يصل بخيره لكل أنحاء الأرض يعني في اليمن، وإن شاء الله ستأتيهم الفرصة غير الفرص التي أتتهم، ولكن هذه يد تقاتل وهذه يد تبني وتشرف وتوجه. فبالتزامن مهم جدا العصف وعاصفة الحزم وإعادة الأمل بالتزامن مهم جدا وبأولويات. نعم. طيب العميد خلفان، نتحدث إذن عن أهمية يعني بسط الأمن في المناطق المحررة في اليمن خاصة في هذه المرحلة. طبعا الجهد المبذول الحمد لله رب العالمين وتحرير المناطق اللي تم تحريرها في اليمن، هذا المواطن اليمني ما بيشعر إلا إذا حس بالأمن والأمان. أنت البنية عندك أنت التحتية شبه مدمرة، واللي ما دمر دمره الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع. فأهمية أن يكون فيها في تنمية مهمة جدا. التنمية هذه لن تبدأ إلا إذا كان هناك أمن وأمان. يعني المنظمات اللي هي بتقوم بأعمال إغاثية، الهيئات اللي هي المدنية الأخرى اللي تقوم بدعم اليمن وبناء وإعادة بنائه، لن تبدأ في هذا الشيء ما لم تحس أن هناك أمن متوفر على الأرض. يعني فأهمية الأمن أساسي، يعني دائما هو يعني الأمن أساسي في كل شيء. ما لم يكن هناك أمن وكأنك أنت ما حققت إنجاز. الإنجاز أنك أنت حررت المناطق هذه وبديت تأسس لمنظومة أمنية. منظومة الأمنية أول شيء تبدأ بتأسيس الجيش اليمني الوطني الذي يأتمر بالرئيس الشرعي، مو بيأتمر كل واحد على مزاجه، لا، يأتمر بالرئيس الشرعي، في رئيس شرعي هو يأمر هذه القوات، هو المسيطر عليها، وكذلك ببناء الأجهزة الأمنية الأخرى. فبتحقيق اليمن إن شاء الله بيكتمل الأمن والاستقرار لربوع اليمن إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب اليوم أيضا نتحدث عن أهمية البيت الواحد، وهذه المقولة طبعا لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، كيف اليوم تجسدت من يعني عند ارتقاء يعني الشهداء رحمة الله عليهم، وحتى اليوم ونحن نشاهد طبعا هذه المشاهد المباشرة منذ الصباح الباكر، والجموع يعني تأتينا هنا في مدينة زايد العسكرية للمشاركة في هذا الحدث الكبير. لله الحمد، الأمور المشاركة وتوحد البيت وتوحد القلوب والعقول في دولة الإمارات كان واضح لله الحمد جلي بالنسبة لنا نحن في الأمام، في بعيد عن أهلنا وبعيد عن أوطاننا، ولكن كنا قريبين منهم في نفس الوقت من خلال التواصل والتلاحم اللي موجود، من خلال الدعم الذي كانت تقدمه الأسر لأبنائهم الموجودين هناك. الدعم كان لا محدود ودافع معنوي لهم كبير، الدعم الكبير يعني من قيادتنا السياسية. نحن حقيقة يعني أحب يعني أن أشكر الشيخ محمد بن زايد على دعمه اللامحدود، وأنا أقولها ويعلم الله بما تحمل الكلمات من صدق يعني ومن مشاعر حقيقية لهذا الرجل القائد الفذ. يعني دعمه يعني
كان لا محدود لقوات المسلحة ولقوات الواجب الموجودة في الأمام. نلمس ذلك من خلال اتصالات، نلمس ذلك من خلال زياراتنا لما نأتي هنا للاطمئنان على أحوال الناس وعلى ينزل إلى مستوى الجندي على الأرض كيف وضعه وكيف حالته، ويستقي معلوماته من مصادر مختلفة وعدة أشياء يعني ليطمئن قلبه أن وضعه وجماعته والتحالف حتى الأشمل ببعده الآخر أن يمشي في الطريق المناسب. نحن المقولة التي انطلقت من قيادتنا السياسية عكسناها كانت على الواقع لما جاءت يعني حادثة مأرب، والدعم الذي لمسناه من الأسر والتلاحم اللي موجود وجدناه في قيادتنا بين مستوى القيادة السياسية وبين المستوى الشعبي كان مذهل، كان مجهد. ولكن أنا لا أستغرب هذا الشيء، أنت متى الناس ترتقي لمستوى الحدث، فعند حدث جلل في سواء في حالة الحروب بمفهومة تجد صفحات الحزن، تجد صفحات النشوة والنصر والناموس، وتجد الجلد وتجد الصبر، هذه لا تتأتى يعني إلا من نبع يعني كبير يعني مثل مستوى قيادتنا السياسية الملهمة الدافعة لكل شيء، يعني الكاريزما التي تقدمها، القيادة التي تصل إلينا تحت، نحن لمسنا يعني بقلوب حقيقة فياضة، ونفتخر أن اليوم لله الحمد اليوم تنطلق من بوظبي، تنطلق من العين، تروح الفجير. يمكن في السابق الواحد ما كان يأخذ الظروف الحياة ما تخليها، اليوم صحيح. تحس كأنك فيها عند هلكل لما تروح الفجير، تروح رأس الخيمة، تروح الذيت، تروح عندها يعني أسرة واحدة اجتمعت في بيت واحد متوحد تحت قيادة واحدة ربت هذا المفهوم، أخذته ربته ونمته، وتظهرت أكثر جلية في حروبنا وفي حزننا وفي نصرنا وفي فرحتنا. اليوم نحن أسرة واحدة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لذلك نحن مطمئنين لله الحمد بوحدتنا، بقلوبنا المتوحدة وعقولنا المتوحدة لله الحمد تجاه قيادتنا السياسية وتجاه الحاضنة الشعبية لهذا الجيش الإماراتي، الحاضنة القوية. نعم حتى لو كنا نحن شعب عددنا قليل ولكننا حاضنتنا قوية ترتقي إلى مستوى الحدث. قيادتنا السياسية لله الحمد كانت ملهمة لمعنوياتنا العالية، لصبرنا ولجلدنا، وكل شيء يهون دمنا وحالنا ومالنا كل شيء نجود بالغالي والنفيس يعني، ونحن صامدون على وخلف قيادتنا السياسية. لو أرادوا أن يعبروا بنا البحر لعبرناه، الجبل لعبرناه، ولن نتذمر ولن نتشك. نحن مؤمنون بقيادتنا وبهذه الراية اللي موجودة، ووحدتنا مهمة جدا لكل فرد فينا على مستوى الاستراتيجي أو على مستوانا إحنا كحاضنة شعبية، ولن نترك قيادتنا ولن نترك حاضنتنا الشعبية يعني، وهذه مصدر قوتنا وإلهامنا. نعم، هل من كلمة يعني بمثل هذا الروح اللي تفضل بها العميد مسلم، بمثل هذا الروح، بمثل هالمعنوية، يعني الحمد لله رب العالمين احنا في خير، يعني بيتنا فعلا متوحد، قواتنا اليوم اللي احتفالنا بها في احنا في الافراح مع بعض وفي الاتراح مع بعض، اليوم قواتنا اللي وصلت احتفال كبير بهم، بالرغم ان لنا دفعة ولنا قوات وقاتل، لكن كل واحد تعطي كل ذي حقا حقه. الناس هذول قدموا الدور رائع وبعدهم بيقدمون، مثل ما تفضل صاحب السمو الشيخ محمد راشد قال لو حتى لو قلنا يبون يرجعون مره ثانيه، لكن كل واحد تعطيه حقه. فهذا الناس اليوم قاموا بدور رائع وعظيم، واليوم الدوله تحتفل، كل الدوله تحتفل بمعنويات عاليه. نفس الشيء في في يعني في كل المواقف القياده متجاوبه في الافراح وفي الاتراح. نعم، إذن نشكر لكم وجودكم معنا العميد ركن مسلم الراشدي قائد قوة تحرير مأرب، وأيضا كان مع العميد ركن متقاعد خلفان عبيد الكعبي. شكرا لكم. إذن مشاهدينا الكرام، 7 نوفمبر يوم أيضا سيخلد في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تستقبل أبطال الحق وجنودها البواسل.